بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. من خلال هذا الفيديو سنكمل سلسلة محاضرات المتعلقة بمفردة السورس كودينج التي هي جزء من مادة الانفورميشن ثيوري نظرية المعلومات. مثل ما تعلمنا قبل لا نبدأ محاضرتنا، خلونا نستذكر آخر شيء أخذناه بالمحاضرة السابقة. بالمحاضرة السابقة الأمور اللي أخذناها مثل ما تتذكرون، أخذنا هذا البلوك دايجرام التابع لنظم الاتصالات، وركزنا على السورس انكودر والشانل انكودر وعرفنا وظيفة كل واحد من عندهم. بعدين سولفنا بشكل تفصيلي عن السورس كودينج، وشفنا قلنا لكم هذني الأربع مصطلحات ردناكم تركزون عليها، إنه كل رمز كل كاركتر راح نشتغل عليه التابع للمصدر للسورس راح نصيح له بالسمبل، وقلنا كل سمبل راح يمتلك احتمالية صحنا لها السمبل probability احتمالية هذا الرمز، وقلنا كل رمز من الرموز راح نرمزه بعدد من البتات، هاي البتات صحنا لها كود وورد اللي ترمز لها بهذا الرمز C subscript K، وقلنا اكو شيء عندنا اسمه الكود وورد لينث اللي هو طول كلمة الترميز الواصفة للسمبل، واللي مثل ما نشوف هنا انه كانت الكود وورد هي عبارة عن 00، اذا طول هذا الرمز هو كان عبارة عن 2 bits اللي هي راح نرمز لها الآن. فمثل ما قلت لك هاي الأمور اليوم هم نحتاجها، إنه السمبل راح نرمز له بالS subscript K، وكل سمبل عنده probability هاي الأمور من نساها، وكل سمبل راح نرمزه بكود وورد معين، وكل كود وورد راح يكون عنده طول راح نصيح له الكود وورد length ونعرفه لازم يشقد أطواله. بعدين اخذنا الفيكسد لينث كود، وقلنا انه انا من اجي ارمز مجموعه متغيرات اقدر ارمزها بطريقه الفيكسد لينث كود، ومعناها كل رمز انطيه عدد بتات تساوي الرمز الثاني، يعني اذا كل رمز رمزته بثلاثة بت فكل الرموز راح اخليهن ثلاثة بت للترميز، وهذا اللي صحنا له هو الفيكسد لينث كود. ومثل ما شفنا هنا قال لي اذا انطيتك عدد من الرموز هي اقل من 2 to power n، يعني لما ينطيني مثل رقم 7 عدد الرموز 7، فاني هذه 7 راح ازودها الى اوصلها الى رقم ممكن انه اكتبه بطريقة 2 اس رقم معين، يعني رقم 7 راح اقربه قلنا الرقم 8 حتى اقدر اكتبه 2 اس 3، ومعناها طول الرمز الواحد راح يكون هو عبارة عن 3 bits. هذا الحشي كله سولفناه بالمحاضرة السابقة. بعدين أخذنا الـ variable length code اللي هو أنه أرمز الرموز برموز متغيرة، يعني مو ثابتة، مو كل رمز أنطي عدد بتات متساوي للرمز الثاني، يعني مثل ما شفنا هنا برمز مورس أنه الحرف الـ E بما أنه يستخدم بكثرة، لأنه إحنا نعرف الـ source encoding كل رمز يرتبط بصورة مباشرة باحتماليته، فالرمز اللي نستخدمه بكثرة احتماليته كبيرة راح نخليه أقل عدد ممكن أو أسهل طريقة للترميز. أخذنا طبعا مثال أو هوم وورك وعدد من الطلاب حلوا. اليوم نجي نريد نعرف المواضيع اللي متعلقة بمحاضرتنا لهذا اليوم. أول شيء راح نعرف شنو هو المينيمم كود لينث. طبعا أنا من أجي أريد أرمز، المفروض أني لما فرضا عندي أربع متغيرات هي A وB وC ودي، هاي من أجي أريد أرمز ذني المتغيرات، هذا هسه قلنا صحنا له سمبل رمز نرمز له مثل ما قلنا، هذا S1 هذا الـ S2 هذا الـ S3 والدي هي راح تكون الـ S4. هذا بالنسبة للسمبل، هذا للرمز. كل رمز من هذه الرموز أكيد عدة احتمالية بالاستخدام اللي هي P of الـ A P of الـ B وهكذا، وكل رمز راح أرمزه بكود وورد معين. هذا الكود وورد معين لو كان فيكسد مثلا، من قلنا أنه الـ A راح ننطيه 00، البي راح ننطيه 01، السي راح ننطيه 10، الدي راح ننطيه 11. هذا الطرق طريقه من طرق الترميز. يجي واحد ثاني لا يقول انطي مثلا الاي رمز واحد، انطي البي رمزين، انطي السي بهالطريقه، يعني ممكن هذا ترميز، او يجي واحد يقول انا انطي الدي عباره عن 3 ونز. هذا ايضا ترميز، هذا نوع من الترميز صحيح بس فاريبل متغير، انه اول رمز انطاه بت واحد واخر رمز انطاه 3 بتس،
بينما هنا هذا يصيحوا له الفيكسد اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة مثل ما قلت لكم إنه كل رمز ترمز بعدد بتات متساوي. زين أنا هاي عملية الترميز إنه إحنا قلنا هذا صحيح وهذا صحيح، إذا أنا مو المفروض أعتمده، أعتمده إنه يا هو اللي يلبي لي أقل عدد ممكن من البتات ممكن أرسلها. يعني أنا هسه الأي أمثل أقدر بالكود، خلينا نقول خلينا نصيح لهذا الرمز رقم واحد وهذا نصيح لرقم رمز رقم اثنين. الأي هنا أقدر أرمزه بتو بت وهنا أقدر أرمزه بت واحد، فلو كنت أنا الأي هذا احتماليته أكثر من غيره فالمفروض أنه أرمزه ببت واحد لأن هذا راح أستخدمه هاي. يعني إذا مرتين رسلت الأي بالكود رقم اثنين معناها راح أرسل بتين، وإذا رسلته بالكود رقم واحد حرف الأي معناها راح أرسل 4 بيتس 4 بتات، فأكيد أنا من أرسل بتين أحسن مما أرسل 4 بتات. إذن اختيار الكود المناسب راح أحدده من خلال المينيمم كود لينث، إنه يا هو اللي يوفر لي أقل طول للترميز هو اللي راح أعتمده. خلينا نجي نشوف إيش يقول لي. يقول لي to be efficient when using knowledge of the statistics of the source such that frequency source symbols should be assigned short code words. يقول لي الرمز اللي دائما تستخدمه اللي احتماليته كلش كبيره مثل ما شفنا بالهومورك اللي انطيتكم اياه، هذا حاول ترمزه باقل عدد من البتات بشورت كود words. لازم كلمه الترميز الخاصه بي تكون عدد بتاتها قليله. Rare source symbols بينما الرموز النادرة الاستخدام اللي تستخدمها مرة واحدة بالساعة أو مرة واحدة أو نادرة الاستخدام should be assigned longer code words. هاي تقدر تعطيها كلمة ترميز حجمها كبير نوعا ما. زين average code length consider a source has k symbols. هسا جن طالي مثال قال لي اعتبر عندك مصدر، هذا المصدر يمتلك عدد من الرموز سمى ليها كي، فرضا كيبورد الحاسبة خلينا نقول يمتلك كي من السمبلز، كي من الكاركترز من الرموز. each symbol s of k يعني الرمز الاول الكي رقم واحد، الكي يصير الرمز الثاني الرمز الثالث لغاية ما اخلص الحروف كلها والسمبلز. يمتلك has probability اسمها p of k وهذا الشيء احنا نعرفه. ساعدي مصدر بعدد من الرموز مقدارها كي، كل رمز من الرموز باحتمالية وهذا نعرفه، رمز حرف الاي يختلف عن رمز حرف الكيو وهكذا. and represented by a code word c of k، قلنا احنا هذا الرمز اللي هو c k، قال لي كل رمز من هذا الرموز بالكيبورد فرضا مالي حاسبة انا راح ارمزه بكود وورد سميته c of k. of length l k وكل رمز راح يكون الى طول سميناه بال l k ويقاس بعدد البتات. زين فهمنا ال average code word length معدل طول كودات الترميز شلون راح احسبه لهذا المصدر اللي انا قاعد اسولف عليه. قال لي يابا ترى القانون كلش بسيط، قال لي معدل الافرج كود لينث معدل طول كود الترميز راح يساوي لي سميشن يبدي من الرمز الاول ينتهي باخر رمز انت دا تشتغل عليه في احتماليه كل رمز من هذا الرموز في طول هذا الرمز اللي انت دا تشتغل عليه. فانت لو ترجع للهوم وورك اللي انا انطيتك اياه عندك كل رمز احتماليته، عندك كل رمز طول الكود وورد اللي انت اقترحته وتقدر تضربهن وتجمع كل رمز مع رمز اخر مثل ما راح نشوف بالامثله تقدر تطلع لي الافرج كود وورد لينث. زين الفيرينس شنو هنا عندي؟ فيرينس اوف ذا كود وورد لينث، الفيرينس يساوي لي سميشن من الرمز رقم واحد لاخر رمز احنا راح نشتغل عليه في احتماليه كل رمز من هذه الرموز بعدين طول كل رمز من هذه الرموز. يعني طول حرف الاي ايش قد كم بيت، طول حرف البي كم بيت، ناقص الافرج اللي طلعته من القانون السابق من القانون السابق وتكلهن تشيلهن تحطهن على تحت التربيع ترفعهن يعني الاس 2 وتشتغل وتحسب لي الفيرينس. طبعا هنا الفيرينس اول مره راح يجينا خلي لان احنا المحاضره رقم 2 كانت تحكي على الديستريبيوشن وما اخذناه، فراح اوضح لك شيء بسيط عن الفيرينس. احنا عندنا نظم الاتصالات اكو ديستريبيوشن كلش مهم ياكل ويشرب ويانا اللي هو نصيحنا الجاوسيان ديستريبيوشن. هذا الشكل هنا هذا الشكل راح يوضح لك ما يعرف باسم النورمال ديستريبيوشن او الجاوسيان ديستريبيوشن يرسم بهذه الطريقه. هذا الرمز مثل ما قلت لك عندنا بالاتصالات ياكل ويشرب ويانا باكثر
أنظمة الكشف ممكن أن نستخدم هذا لأنه معتمد عليه وصار حوله normal distribution التوزيع الطبيعي، لأن أغلب الأمور اللي بالطبيعة تخضع لهذا التوزيع. مثلا لو نجي بالنسبة لعمر الإنسان، مثل ما مدى الشوف يبدي بعمر صغير، إذا يصل إلى الطاقة عنده في مرحلة الشباب أقصى شيء، وبعدين يبدي كل ما تقدم بالعمر تبدي الطاقة ما تتقل. نجي بالنسبة لل، خلنا ناخذ توزيع ثاني من التوزيعات الطبيعية، انه درجات الطلاب فرضا، انه هذا لو اجينا قسمناه هنا نبدي بالدرجة رقم واحد، هنا 10، هنا 20، هنا 30، هنا 50، الى ان يوصل الى 100. فهذا التوزيع ايضا يصح له نورمال ديستريبيوشن. ليش؟ لانه مثل ما نعرف انه الطلبه اللي راح يكون درجاتهم بين ال 30 والصفر هم عددهم كلش قليل، والطلبه بين ال 80 وال 100 خلينا نقول عددهم كلش قليل، اغلب الطلبه راح يكون توزيعهم محصور بهاي المنطقه اللي هي بين خلينا نقول ال 40 وال 70 او ال 50 وال 70 حسب هذا. يعني المقصود انه الامور تخضع لهذا الديستريبيوشن، لهذا التوزيع. احنا عندنا بالاتصالات ايضا عمليه الكشف دائما خاضعه لهذا النورمال ديستريبيوشن، او اغلب التوزيعات عندنا خاضعه للنورمال ديستريبيوشن، انه احنا هنا عندنا مين بالمنتصف، هذا اللي صحنا للافرج. هذا الأفرج بالاتصالات، وعلى ضوء إذا كانت الإشارة بهذا الجزء مثلا نقدر نحسمها صفر أو واحد. هذه الأمور راح تأخذوها بالتفصيل من درس ديجيتال كوميونيكيشن. فيما يتعلق عندنا إحنا بهذا موضوعنا اللي دنسولف عليه، إنه هذا الفاريانس، شو هو الفاريانس؟ لو كان عندنا الجاوسيان ديستريبيوشن، فالافرج هنا الافرج كود وورد لينث هو هذا اللي بالمنتصف، هذا اللي قاعد نحسبه، انه المتوقع الكود الافرج يعني المعدل المين المتوقع لطول الكود الترميل. الفاريانس شنو هو؟ الفاريانس اللي راح يطلع لنا هو التباين، هو ايش قد راح نبتعد احنا عن المين، ايش قد راح نبتعد عن المين. وكل ما زاد الفيرينس اكيد احنا قاعد نبتعد عن المين، واحنا اذا نريد نوصل للمين فالمفروض يقل عندنا هذا التباين، الفيرينس هو التباين. هذه الامور اللي يعني توضيح على السريع، واحنا اذا صار عندنا وقت نرجع لمحاضره المتعلقه بانواع الديستريبيوشن وناخذهم بالتفصيل كل الانواع اللي موجوده. نرجع لموضوعنا، مثل ما قلنا انه عندنا احنا هذا القانون اللي من خلاله نحسب الافرج كود وورد لينث للرموز اللي عندي، والفاريانس هذا قانونه اللي اقدر ايضا احسب من عده تباين اللي اذا عندي كان موجود. هنا نعطاني مثال اكزامبل واحد، قال لي سمبل ديسكريت سورس، مصدر يولد رموز بشكل ديسكريت، الفابت سايز اوف 4 من وياهن الرموز اللي يولدهن هن اي وبي وسي ودي، احتمالية الاي رمز لها P1، احتمالية الرمز B هي P2، احتمالية السي هاويها، احتمالية الدي ايضا رمز لها بالP4. قال لي calculate the average and variance of the code، احسب لي الافرج والفاريانس للكود هذا. هسه نجي نقول احنا راح نخضع لهذا شغلنا، يخضع لهذا القانون، فراح اقول يابا هاي الان الافرج تساوي، راح اجي اشتغل احتمالية اول رمز راح اخذها لما كي واحد اللي هي الاي، فش راح يكون هنا رمزها. طبعا هنا قبل لا نبدا نرمز نحتاج نعرف الال لكل رمز، ايش قد عدد بتات كل رمز، بما انه اربع رموز وانا راح استخدم فيكسد هنا فيكسد لينث كود، يعني عدد البتات متساوي، فالاي هذا السمبل راح ارمزه بتوبت اللي هن 0 0، البي راح ارمزه بتو بيت اللي هو 0 1، السي راح يكون 1 0، والدي راح يكون 1 1. إذن هسه أنا هذا بالنسبة للقانون، الاحتمالية هو منطين إياها، والال اوف كي لكل رمز عرفتن. هسه أجي أحسب بالنسبة للأي، بالنسبة للأي احتمالية الأي إيش قد قال لي عندك؟ قال لي اسمها P1، هاي P1 احتمالية الأي مضروبة في عدد بتات الأي اللي هي 2 بت، هاي 2 بت. خلصت من الرمز الأول، أنا عندي summation، راح أشيل summation أحطه زائد، أروح للرمز الثاني اللي هو بي، إيش قد احتمالية الرمز الثاني اللي هي بي؟ قال لي احتماليتها P2، إذا هاي P2 مضروبة في عدد بتات البي، لأن قاعد يقول لي مضروبة في الله وفي الكي، عدد بتات البي هن 2، طول الرمز مال البي 2، زائدا نجي نشتغل للسي، السي إيش قد احتماليته؟ احتماليته P3،
في عدد بتات السي اللي هن ايضا بتين، زائدا احتمالية الرمز الرابع اللي هو بي 4 في عدد بتاته اللي هن 2. هنا نسوى اجى طلع عامل مشترك اللي هو رقم 2 مثل ما قاعد تشوفون هنا، طلع 2 عامل مشترك. ايش بقى عنده؟ بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 زائد بي 4. احنا نعرف وخذنا انه مجموع الاحتماليات لكل الرموز لازم يساوي 1. اذا مجموع هذين الاحتماليات وصح الثاني مجهولات، بس انا قدرت انه افترضهن او هن رقمهن الحقيقي هو قيمته 1، لان مجموع الاحتماليات بالمصدر كله 1، وبالتالي 2 في 1 راح يطلع 2. معناها انه المعدل مال الترميز لهذا السيستم اللي قدامي هو 2 بت، هذا طول المعدل الخاص بهذا المثال. انت هسه هو ما حاسب الفارينس، راح يجينا هوم وورك اريدك تكمل الحل وتحسب لي الفارينس. خلينا نجي ناخذ هذا المثال. هذا المثال قال لي رقم 2 calculate the average code word length of the following symbols، قال لي احسب الكود الافرج، الافرج المعدل مال طول الترميز، كلمات الترميز لهذه الرموز اللي قدامك. هالمره عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 رموز اللي هن هذن وياهن، كل واحد احتماليته قدامه مثل ما قاعد نشوف، كل واحد مرمز بعدد من البتات اللي هي ها وياها. اذا طول رموز ال A هي 2، طول رموز ال B هي 2، طول رموز ال E ايضا 2، وهكذا تجي تنزلهن. احنا عندنا القانون قلت لك كلش بسيط، انه معدل البتات يساوي سيريز من كي تساوي 1 الاخر رمز، يعني نبدي من رمز ال A من لما كي قيمتها A لغايه ما نوصل الرمز رقم 5 اللي هو ال B اللي هو ال E. نجي احتمالية كل عنصر عندي موجودة وطول كل عنصر عندي موجودة، فأجي الأول عنصر اللي هو الأي، إيش قد احتماليته؟ احتماليته 0.25، ها وياها جبتها هاي القيمة، مضروبة في عدد بتاته اللي هي إيش قد بتاته؟ 2، زائدا احتمالية الحرف بي اللي هو 3 بالعشرة، ها وياها 3 بالعشرة، مضروبة في عدد بتات البي اللي هن 2، هاي 2، زائدا نروح للرمز الثالث اللي هو السي، احتماليته 12%، هاي 12%، مضروب بعدد البتات السي، عدد بتاته 3، هاويا، زائدا الرمز الرابع اللي هو الدي، احتماليته 15%، هاي 15% احتمالية الدي في عدد بتات الدي، ايضا هنا عدد بتات الدي 3، عوضناها كرقم 3، زائدا احتمالية الاي 18%، هاويا 18%، وعدد بتاته هن 2 في 2، وطلع لي بعد اجراء عمليات الضرب والجمع طلع الطول او المعدل هو 2.27 بتس، هذا بالنسبة لمعدل عدد البتات. هنا ايش قال لي هاي الملاحظة؟ It does not mean that we have to find a way to transmit a non-integer number of bits. Rather, it means that on average the length of the code is 2.27 bits. هنا يقول لي احنا من قاعد ناخذ average، ما عندي يعني حقيقة ربع بت او نص بت او 27% من البت، هذا انا يعني راح اعتبره هو الافرج، يعني معدل هذا الترميز. والا احنا لو نعرف نشوف الفوق كل رمز من الرموز هو مرمز بعدد من البتات انتجر، يعني رقم حقيقي 2 3 4 5 ما يقبل الكسور، ما يقبل رمزين ونص. فهاي الملاحظة، وهذا احنا الان راح يفيدنا في حساب الافيشنسي، في حساب كفاءة الكود اللي اني مستخدمه مثل ما راح نشوف بالامثله الجايه. طبعا هنا انا ما حاسب الفارينس، ايضا راح يكون علينا حساب الفارينس بقانون الفارينس، وشوف التباين ايش قد راح يبتعد عن الفارينس. مينيمم بوسيبل كود وورد لينث، هذا الموضوع شنو هو؟ انه اني مثل ما قلنا انا من اجي اريد ارمز احصل على معدل الترميز ورموز اقل او اصغر ما يمكن، فايش قد اقل رمز اقدر اوصل له، طول للرموز اقدر اوصل له؟ قال لي اقل طول للرموز تقدر توصل له هو مساوي للانتروبي. تتذكرون قانون الانتروبي؟ هسه راح نحل عليه امثله. انه انت لما تعرف تريد ترمزت وتشوف الرموز مالتك ايش قد طولهن راح يكون، هذا الطول مالتين الافرج مالتين يكون اذا ساوى الانتروبي خلاص انت حصلت على اقل طول للترميز مالتك، يعني كفاءتك راح تكون 100%. او تقدر تخليه اكثر من الاتش، بس ما تقدر توصل طول الترميز اقل من الاتش، وهذا راح نشوفه هنا بالتفصيل. The output of information source cannot be represented by a source code whose average length less than the source entropy. قال لك انت
المصدر الاخراجات مالته ما تقدر تمثلهن بسورس كود، يعني ما تقدر ترمزهن بطريقه يكون طولهن اقل من الانتروبي. يعني هي الملاحظه اللي قلت لك عليها، انه اقل طول تقدر توصل له هو مساوي للانتروبي. وهذا هنا شانون فيرست ثيوريم، واحده من نظريات شانون، يقول لك طول الترميز باحسن الاحوال ممكن ان يساوي الاتش اوف اس، والا هو ممكن يكون اكبر او يساوي الاتش اوف اس. الكود افشنسي، حتى اني من اجي اطرح كود سامن بجانب المحاضره، كتبنا كود يعني وقلنا اثنين من صحيحات، من اللي يخليني اخذ الكود؟ الطلاب مثل ما شفتوا الهوم ورك اللي حلوه، اكو هواي طلاب قلت لهم حلكم صحيح، يا كود من هذني الاكواد راح نقول هو احسنهن من خلال حساب الافشنسي، من خلال حساب كفاءة الكود اللي منطي الطالب. شلون راح احسب كفاءة الكود؟ من هذا القانون، ايضا قانون كلش بسيط، قال لي يا بالكفاءة تقدر تحسبها، تجيب اقل طول، ايش قد اقل طول، وتقسمه على برج اللي انت طلعته، راح تطلع لك الكفاءة. اقل طول هو شو يساوي؟ هو يساوي الانتروبي. استوى قال لي اقل طول تقدر تحصله هو مساوي للانتروبي، فاروح احسب الانتروبي. يعني ساكل طالب اذا يريد يحسب الانتروبي اللي سواه للترميز ويقسمه على الافرج كود لينث اللي هو اقترحه، وراح يطلع له الافشنسي. اكثر كود افشنسي هو لما راح يساوي واحد، لما الاتش اوف الاس تساوي الافرج راح يكون عندي واحد، ومعناه هذا حصل لي على كفاءه 100%. كومبريشن ريشيو، نسبة الضغط، إذا أردنا نعرفها شقد حصلنا نسبة الضغط للبيانات، أيضا قانونها هذا وياه. ومثل ما تشوفون قوانين اليوم كلها بسيطة وتطبيقها مباشر، وحتى ما تحتاج حاسبة. الكومبريشن ريشيو شنو قانونها؟ قال لي number of bits of the fixed code that represent the symbols. إذا هنا نسبة الضغط هي عدد البتات لو كنت أريد أرمز بالنوع الفيكسد، بالنوع الثابت. يعني لما عندي أربع رموز فالفيكسد مالتهن عدد البتات هو 2، إذا كانت عندي 8 رموز فالفيكسد مالتهن كل رمز أرمزه بثلاث بتات، وهذا سولفنا عليه بهاي المحاضرة، بداية هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة. زين، لما طلعت عدد البتات بالفيكسد علما أقسمها على الأفرج كود لينث اوف ذا فاريبل لينث كود، اقسمهن على الفاريبل اللي انا سويته، وراح اشوف نسبه الكومبريشن اللي راح تطلع لي، نسبه الضغط. هذا راح من الامثله راح تكون جدا واضحه هاي المساله. هنا لو نجي نشوف هذا المثال اكزامبل 3، قال لي سورس هاز ان الفابيت اوف 26 ليترز انجلش الفابيت، مصدر يولد فقط حروف انجليزيه اللي هي مقدارها 26 حرف، with independent and identical distributed random variables اللي هي عبارة عن متماثلة وتوزيعها للمتغيرات، ويبدي من i تساوي 1 ل 26، each occurring with the same probability، كلهن يمتلكن نفس الاحتمالية. إذا احتمالية الحرف اي هي نفس احتمالية البي ونفس احتمالية السي. ايش قال لي؟ قال لي اريدك تحسب لي الافيشينسي of fixed length binary code، احسب له الافشنسي الكفاءة اللي استوينا شفنا قانونها اللي هو هذا وياه. الكفاءة هي الاتش اوف الاس على الافرج، اذا المفروض احسب له الاتش اوف اس واحسب له الافرج واعرف له الكفاءة في حالة الفيكسد لينث باينري كود. زين، اول مرة قال لي each letter is encoded separately into a binary sequence، كل رمز رمزه بصورة منفصلة عن الاخر. Two letters at a time are encoded into a binary sequence. خلينا نحل الرقم A وبعدين نجي للرقم B. لما اجي اريد ارمز كل رمز بصوره منفصله بالباينري سيكونس بناحيه الفيكسد، انا مثل ما اعرف عند الحروف الانجليزيه 26 تبدي من A تنتهي بحرف Z. هذني احنا عندنا قانون، بس خلينا نفتهم السالفه. هذني من اريد ارمزهن، شلون راح ارمزهن؟ او خلي قبل لا ارمزهن اطبق نفس القوانين اللي هو مستخدمهن. هو مستخدم اول شيء يحسب الانتروبي، ومثل ما تعرفون الانتروبي اذا تتذكرون قانونه لما الاحتماليات متساويه، قال لي قبل تستخدم هذا القانون، تستخدم سميشن لوغاريتم 2 لعدد الرموز في حاله كان العدد الرموز عندك احتماليات متساوية. فخلص طبق هذا القانون بمنتهى السهولة، طلع على 4.7 بت بير سمبل، هذا بالنسبة للاتش. من نجي للآلة نريد نحسبه، لأن احنا قلنا الافيشنسي هذا قانونها هو الاتش اوف الاس مقسم على الافرج. هذا الافرج بالفيكسد مثل ما قلنا، ارجع هنا لهذا التوضيح مالتي، انه انا عندي الرموز من اي الى زد، هذن الرموز هن 26 رمز.
أنا هذين اللي أريدت أرمزهم بالفكسد، كل واحد أنطيه عدد بتات متساوي، يعني الأي إذا أنطيته 3 بتات تكون الزيت أنطيه 3 بتات، البي يكون أنطيه 3 بتات. في حالة الفكسد مثل ما قلنا أنطانا قانون أيضا بداية المحاضرة قال لي يابا ترى الآل في حالة الفكسد عدد الرموز هاي اللي أنت جبتها هي الآن كبر لي إياها لرقم ممكن أن ترفع 2^n 2 أس عدد معين، هنا هاي 26 أنا أقدر أقول 2 أس 1 2 2 أس 2 4 هاي 2 أس 2 تنطيني 4 2 أس 3 تنطيني 8 2 أس 4 تنطيني 16 2 أس 5 ايش راح تنطيني؟ تنطيني 32 زين. هاني إذن هاي 26 راح أقربها لغاية ما أوصلها لرقم 32، هنا أنا راح أعوض 32، هاي 32 مثل ما قلت لك من جاية؟ جاية من 2 أس 5، أشيل 32 أكتب 2 أس 5 لوغاريتم 2 ل 2 أس 5 راح يطلع هو 5 بيتس بير سمبل، ها حتى نعرف الأرقام من قاعد تجي، إنه هذا الأل الأفرج مالتي في حالة الفكسد، إذن الأي راح أرمزه بخمس بتات لغاية ما واصل الزيت بخمس بتات، لأن هو بالبداية بالمثال قال لي عندك الترميز نوع فيكسد لينث كود. زين أجي الدورة أقسم الـ H of S على الـ، عندي الـ H of S طلعت 4.7 أقسمها على الخمسة بت راح يطلع 94% كفاءة هذا الترميز اللي أنا مستخدمه. المثال أو المطلب الثاني إيش قال لك؟ قال لك two letters are at a time are encoded into a binary sequence. هنا إيش قال لك؟ قال لك الترميز بالفرع بي صار على رمزين رمزين، يعني الأي ويا الأي ترمزين، الأي ويا البي ترمزين، وتستمر لغاية ما توصل الأي ويا من ويا الزيت. لهنا خلصت المسألة؟ لا ما خلصت، لازم ترجع البي ويا من ويا الأي إلى أن توصل منه البي ويا الزيت. لهنا خلصت؟ لا ما خلصت، لازم تشتغل السي ولازم تشتغل الدي والإي والإف لغاية ما توصل إلى الزيت ويا الزيت، تبدي تشتغلهن الزيت العفو ويا الأي إلى أن تنتهي الزيت ويا الزيت. طبعا هذا هنا إذا تصحون له راح يكون إذن عدد الرموز الآن عدد الرموز راح يكون 26 في 26 وراح يطلع 676 حالة ممكنة اللي هي هذه أنا افترضت لك إياها استوني، وهاي كل هالأمور خدناها بالمحاضرة رقم واحد، إنه الفضاء العينة خلي نقول عندنا صار هو عبارة عن 26 رمز في 26 رمز طلع له 676 possible sequence. طبعا هنا أنا لو كنت تريد تحسب الانتروبي ترجع لهذا القانون، لأن لا نزال إحنا نسولف باحتماليات متساوية، إذن هذا القانون كافي عليها. طبعا هو المفروض راح تطلع لك الانتروبي. زين لما نيجي هنا أنا يريد يحسب الأل بهالحالة، من قلنا 676 هنا احنا كان عندنا 26 رمز صار 676، فلوين راح اقربه؟ 32 هنا راح تصير 64 لما نصير 2 اس 6، ال 64 راح تصير 128 معناها وصلنا 2 اس 7، ال 128 راح يصير 256 بلي هنا وصلنا 2 اس 6، هنا وصلنا 2 اس 7، هنا وصلنا 2 اس 8، 2 أس 9 راح تصير 512، 2 أس 9 الـ 1024 راح تكون هي عبارة عن 2 تساوي لي هاي من جايتني؟ جايتني من 2 أس 10، 2 أس 10. إذن أنا هاي 664 ما أقدر أقول هي أو أقربها لـ 512، لأن 512 أقل منها، لكن أقدر أرفعها إلى أعلى قيمة اللي هي 1024، ومعناها راح تصير 2 أس 10. لما أجي أطبقها بهذا القانون اللوغاريتم 2 أس 10 راح يكون عدد البتات هو 10 بتس. زين أنا هنا أنا هو اتعاجز أو ما حسب الانتروبي، قال أنه هي الانتروبي نفسها راح أقسمها على 2، فإجى هذا الناتج قسمها على 2 طلعت عنده 5 بت بير سيمبلز، ورجع طبق القانون الانتروبي خذاها نفسها، لأن قلت لك ما عاد حسابها، بس لو عاد حسابها هو وبقى هاي القيمة اللي طلعت له نفسها فراح يطلع له نفس الرقم اللي هو 94.0087، هاي كفاءة الكود في حال رمزه كل حرف لوحده أو كل رمزين سوى طلع الترميز هو الكفاءة مالته متساوية. هذا أيضا المثال، خلي نجي نشوف هذا المثال الرابع. قال لي calculate the entropy
يريد تحسب له الانتروبي مينيمم لينث اقل طول اللي هو مساوي للانتروبي. اتفقنا انه احنا اقل طول اقدر ارمز به هو مساوي للانتروبي، والكفاءه يتم حسابها من قانون المينيمم لينث اللي هو نفس الانتروبي على الافرج اللي انا راح احسبه اللي هو هذا الافرج كورد وورد لينث and the compression ratio. وريد الكومبريشن ريشيو فور ذا فالوينج سورس اند ذا جيفن تو ديفرنت كودز فور ذا فالوينج سمبلز، للرموز اللي قدامنا. خلينا نجي نشوف هذا الجدول ايش منطيني به. قال لي سورس سمبل، قال لي عندك مصدر يولد مجموعه من الرموز اللي هي هاي اياها سنرمزها اس اوف كي اللي هو تبدي من الصفر تخلص الاس 3. هاي الرموز كل رمز انطاني احتماليته، هذا الرمز الاول احتماليته نص، الرمز الثاني احتماليته ربع، الى ان الرمز الثاني والثالث احتماليتهم ثمن لكل واحد من عندهم. اجى رمز مره سوى كود 1 ومره رمز كود 2. مثل ما تشوف الكود 1 هو فيكسد لانه كل رمز من الرموز رمزه بعدد بتات متساوي، والكود الثاني هو variable لأن مثل ما تشوف الرمز الأول رمزه ببت واحد، الرمز الثاني رمزه ببتين، الرمز الثالث رمزه بثلاث بتات، الرمز الرابع رمزه بأربع بتات، وهو ده يشتغل لنفس الرموز بس الاحتمال ولنفس الاحتماليات، لكن مرة انطاني ترميز fixed ومرة انطاني ترميز variable. احنا راح نحسب المتطلبات اللي يريدها ونشوف كفاءة يا كود أفضل، هن اثنين هن شغالات بس احنا راح ناخذ اللي أكثر كفاءة. زين هنا نجي نشوف اول ما نجي نحسب الاتش اوف اس، الاتش اوف اس الاثنين هم راح يكون ثابت متساوي، هنا الاحتماليات ما متساويه، اذا ارجع لهذا القانون اللي هو قانون الانتروبي، حلينا عليه كثير من الامثله اللي هو بي اوف الاي لوغاريتم 2 1 على بي اوف الاي. اذا اريد اصعد البي لي فوق لازم اخلي سالب قدام القانون، وهذا انتم تعرفوه. فراح يجي الاحتماليه اول عنصر لما الاس قيمتها صفر راح يجيب هنا هذا نص، هذا ويا نص في لوغاريتم 2 لانه 1 تقسيم نص راح يطلع 2، هذا بالنسبه للرمز الاول. بعدين يجيب احتماليه الرمز الثاني ورمي يخلي زائد، هاي ربع في لوغاريتم 2 لاحتماليه الرمز الثاني، هذا اذا يشتغل للرمز الثاني. بعدين يشتغل للرمز الثالث مثل ما تشوفون والرمز الرابع، هذا يشتغل من الرياضيات مالتين الاثنين لوغاريتم 2 2 1 بقى نص، لوغاريتم 2 للأربعة هنا 2 يضربها في ربع تبقى نص، هنا 8 2 أس 3 فراح يبقى هنا 3 تنضرب 3 على 8 هنا 3 على 8. المهم تقدر تشتغلها بالحاسبة وراح يطلع لك الانتروبي هو 1.75 بت بير سمبل، وقلنا هذه الانتروبي هي تساوي أقل طول ممكن ارمز به، هذا اذا حسبت له سائل انتروبي وحسبت له اقل طول. بعدين راح اجي احسب له الافرج كورد لينث اللي هو المطلب الثاني المعدل، وقلنا المعدل هم قانونه جدا بسيط هو احتماليه كل رمز في طول هذا الرمز. فنجي بالنسبه للفيكسد هنا راح نشتغل، هذا هنا قانون خاص بالفيكسد هذا الجهه بالكود رقم 1. فنجي احتماليه الرمز الاول ايش قد هي نص، هاي احتماليه الرمز الاول زائد احتماليه الرمز الثاني هاي الربع مثل ما تشوفون، احتماليه الرمز الثالث هذه الثمن، احتماليه الرمز الرابع ايضا ثمن، مضروبات ب باثنين لانه عدد طول الكود وورد لكل رمز هو 2، فاختصر المساله ما طبق القانون يعني بصوره موسعه، اختزل اللي يقدر يختزله. طلع لهنا الافرج ايش قد هو 2 بت الافرج. زين المينيمم ايش قد هو 1.75، الكفاءه ايش تساوي؟ المينيمم ايش قد هو 1.75 اللي هو هذا وياه قسمه على 2 اللي هو طلعه، طلعت للكفاءه مالته هي 87%، هاي كفاءه هذا الترميز. الكومبريشن ريشيو مثل ما تتذكرون هو عدد البتات بالفيكسد هن 4 فعدد البتات 2، تقسيم الافرج اللي حسبها هم حسبها 2 ف 2 على 2 يساوي 1، اذا هاي نسبه الضغط اللي حصل عليها. يروح الدور للكود الفاريبل، الكود الفاريبل الآن ايش راح يساويها؟ نفس القانون راح يرجع يطبقه بس هالمره الاحتمال الاطوال اختلفت. يجي الال داش اول رمز ايش قد احتماليته؟ هاي احتماليه الرمز الاول هي نص مثل ما تشوفون الزيرو احتماليته نص، في عدد بتاتا ايش قد هي 1 لان هو رمزه بصفر بالنسبه للكود الثاني عدد بتاتا 1 هذا ويا نزله. يجي للرمز الثاني اللي هو احتماليته ربع، هاي الاس 1 احتماليتها ربع مثل ما تشوفون، في عدد بتاتا عدد بتاتا 2 فربع في 2. يروح للرمز الثالث احتماليته ثمن، هاي احتماليه الاس 2 هي ثمن، يضربها في عدد بتاتا عدد بتاتا 3، والان يصل الى الرمز الرابع اللي هو احتماليته ثمن وعدد بتاتا 4،
اشتغل المسألة ضرب وجمع طلع على 1.875. الكفاءة ايش راح تساوي؟ مثل ما قلنا الكفاءة هي أقل طول على الأفرج اللي استونا حسبناه، أقل طول اللي هو كان 1.75، هاوي 1.75 راح أقسمه على الأفرج اللي أنا طلع لي 1.875، طلع لي 0.933. هذا طلعت كفاءة الرمز في حالة الفاريبل قيمته 93%. الكومبريشن ريشيو ايش راح تساوي؟ عدد البتات في حالة الفيكسد، وقلنا هنا 2 تقسيم الطول اللي أنا حسبته، وطلعت 1.066. إيش نفتهم من هذا المثال؟ خلينا نمسح هاي الشخابيط كلها. نفتهم انه على الرغم انه هو استخدم كود رقم 1 فيكسد وكود رقم الثاني فاريبل، والرغم هنا اكبر عدد للاطوال اللي استخدمها هي 2، لكن طلعت كفاءة هذا الترميز هي 87%، بينما هذا الفاريبل على الرغم من انه بعض الرموز رمزها باربع بتات، مثل ما نشوف الاس 3 اربع بتات، الاس 2 رمزها بثلاث بتات، لكن ايش قد طلعت كفاءته؟ طلعت 93%، وهي كفاءته احسن من كفاءة الكود الاول. ثاني لو ردت اشتغل المفروض اشتغل على الكود 2 افضل مما اشتغل على الكود الاول، هذا راح يكون هو الصحيح واللي ينطيني نسبة ضغط اعلى. مثل ما نشوف ان هنا الكومبريشن ريشيو هي فوق الواحد، بينما هنا حقق نسبة ضغط هي 1. اذا هذا اللي انا يعني المثال جدا واضح واريدك تركز عليه، وشفنا الامور اللي اريدها من خلال هذا المثال. زين، requirement for a useful symbol code uniquely decodable. ها تمام، احنا نرجع لهذا المثال اللي سولفنا عليه. يجي واحد يقول يلا كان اذا هيجي خوب اخلي هاي الثلاثه بدل ما ثلاث بتات اخليها بتين، الاربعه بدل ما اربع بتات اخليها بت واحد، هذا مستخدم زيرو انا هذا استخدم للوان. نقول له لا، هنا اكو عندنا ضوابط لازم نستخدمها، هي مو انه نحصل الترميز بكيفنا، انه اكو شروط لازم تخضع لها المساله. شنو هو الشروط؟ اول شرط واهم شرط هو اليونيكوالي ديكودبل، انه انت هذا الرمز اللي تسويه يكون من يجي للمستلم يعرف يستلمه بسهوله ما يشتبه وياه، وراح نشوف هذا بالشرح اللي بهاي السلايدات. قال لي a code is not uniquely decodable if two symbols have the same code word. قال لي الترميز اللي تسويه راح يكون مو فريد من نوعه، مو فريد بالكشف، من يجي يريد يكتشف ما راح يكتشف اذا كان عندك رمزين خذ نفس الكود وورد. يعني انا من اجي اقول يا بل اي خلى رمزها واحد واحد، واجي اقول حرف الواي خلى رمزه واحد واحد، ما دام ذن رمزته نفس الرمز اذا هذا الكود اللي راح تستخدمه هو not uniquely decodable، معناها المستلم من راح يجنى واحد واحد راح يدوخ ما يدري سوري ما يدري هاي الواحد واحد ان اي لو واي، ما دام اشتبه المستلم وصار عنده امبيكيوتي غموض ما راح يعرف الرمز الصحيح، اذا هذا ترميزك خاطئ. هاي اول ملاحظه قال لي بيها. قال لي ذا سيم كود وورد اتس مين اف سي اس اوف الاي، يعني الكود ترمزه للرمز حرف اي او للرمز اي اذا كان مشابه للرمز جي فهذا هو not uniquely decodable لاي اي. The combination of two code words gives a third one. الشرط الثاني قال لك حتى انه انت من تيجي ترمز مو بس من تنطي رموز مشتركه، لما تيجي تقول يا بل اي انطيته صفر رمزته بالصفر، والبي رمزته بالواحد، واجي للسي راح اقول لك رمزه صفر واحد. هذا قال لك ايضا or n or the combination، اي مزيج بين رمزين ينظر رمز ثالث ايضا هذا الشغل مو صحيح. يعني شنو قصده؟ قصده هنا السي من جاي؟ جاي من دمج الاي ويا البي، ما دام اكو دمج بين رمزين هذا الكود مالتك ايضا not uniquely وراح يسبب لك مشاكل بالكشف، لان لو المستلم استلم صفر واحد ما راح يعرف شي يعاملهن، يعامل هذا الواحد بي وهذا الاي وهذا الصفر يعامله اي، لو ياخذهن اثنين منهم يعاملهن سي. ما دام المستلم قلت لك صار عندك كومة قرارات يقدر ياخذها اذا هذا الترميز ما يصير تكمل به. اذا هاي الملاحظه لازم كل نركز عليها ونفهمها، الرموز اللي لازم اخليها لازم اخليها ما متشابهه نهائيا، ماكو رمز يشبه رمز وماكو رمز جاي مولد من دمج رمزين اخرين. هسه خلينا نجي نشوف هذه الامثله ونحاول نفهم حالها. قال لي اكزامبل 5 سورس سمبل، هاي الرموز اللي عندي قدامي، هذا الكود وورد الخاص بالكود الاول وهذه الكود وورد الخاصه
بالكود الثاني. نيجي نناقش الكود الأول. The symbol A and C are assigned the same code word. هنا هذا هسه الترميز صحيح لو مو صحيح؟ مبين مو صحيح. ليش مبين مو صحيح؟ لأنه الرمز الأول مال الأي مشابه لرمز السي. هذا المستلم من يستلم بعد ما يعرف هذا أي لو سي راح يطلع لي اياها الرسالة اللي واصله. إذا هو ايش قال لي هذا؟ انتبه، قال لي السيمبل A و C are assigned the same code word، تم تخصيص لها نفس كلمة الترميز. The first requirement of the useful code is that each symbol be assigned to a unique binary sequence is not valid. وهذا مثل ما نعرف غير صحيح الرمز. نجي للرمز الثاني. الرمز الثاني الكود 2 it is confusing the detect the code. هذا الرمز راح يربك المكتشف. واي ليش يربك المكتشف؟ السي قال الرمز السي هو شنو من جاي؟ is decoded as a combination of AA also DBB. يعني شي يريد يقول لي؟ قال لي انت عندك اذا السي هو من جاي؟ جاي من مرتين A والدي جاي من مرتين B. يعني من يجي المستلم استلم واحد واحد، المستلم يقدر يعتبر هذا الواحد ياخذه على صفحة ويعتبر هذا بي ويعتبر هذا بي، وراح يطلع له رسالة معينة ويقدر ياخذهن اثنينات واحد واحد. وش يطلع؟ يطلع حرف دي. بهالحالة صار ارباك عند المستلم. عندنا هاي اكثر من مرة، ما دام صار عندي ارباك عند المستلم اذا هذا not uniquely decodable. هذا طريقة الترميز هي غير صحيحة ولازم ما ألجأ لها. زين، هنا أنا مثل ما تشوفون انطاكم مجموعة من الرموز، أيضا قال لك ناقش ليها الكود 1. هذا الكود 1 طبعا هاي المفروض احنا نحلها على الصبورة وطلاب يحلونا اياها، فخلي نحلها هسه. الكود الأول شنو مشكلته؟ الكود الأول the symbol S1 and S2 are assigned to the same code word. الرمز الأول انطا والرمز السمبل الأول هذا والسمبل الثاني انطاها نفس الرمز. S4 is combination، بينما ال S4 هي من جاية؟ جاية من دمج منو منو؟ S3 ويا S2 أو S3 ويا S1. It is non uniquely detectable code. وهذا هو not uniquely detectable، ما عنده كشف فريد من نوعه عند المستلم. الكود الثاني شنو مشكلته؟ الكود الثاني إذا دا نشوفه all code word end with zero except the last one is last one is three ones. قال لي كل الأكواد تنتهي بالصفر، مثل ما تشوف هذا ينتهي بالصفر، هذا ينتهي بالصفر، بس آخر واحد عبارة عن ثلاثة أوحاد. The decoding rule is simple. عملية فك الترميز أو قانون فك الترميز أو قاعدة فك الترميز قال لي هي بسيطة. Accumulate bits until you get zero or until you have three ones. There is no ambiguity in this rule. يقول لك هنا هذا الترميز صحيح ما عنده غموض بالاكتشاف. ليش صحيح وما عندك غموض بالاكتشاف؟ انت المرسل راح يرسل لك مجموعة من البتات. هذا المرسل راح يرسل لك، هذا الترانسميتر تي اكس راح يرسل لك مجموعة من البتات، طببهن السورس كود يجنك عبر الشانل. انت كمستلم يقول لك انت هنا كمستلم راح تجي تنتظر ايش وقت ما يجيك صفر؟ مثل ما نشوف هنا تقعد تجمع البتات لغاية ما تحصل صفر. كل ما تحصل صفر تعتبر الإرسال خلص وتحدد البيت. يعني لما يجيني هنا هذا المستلم هذا الـ RX لما إجا صفر خلص انتهى الإرسال. إيش راح يعرض لي يا رمز؟ راح يعرض لي الـ S1. لما إجا واحد صفر لما يوصل لهذا الصفر يعتبر الإرسال خلص. لما يجي واحد واحد ما راح يعتبر الارسال انتهى الا يجي صفر بعده او يجنش قال 3 ones ثلاث واحدات. هذا بالنسبه للترميز اللي هو دا يقول انه هذا ترميز كلش بسيط وكلش سهل، لانه المستلم كل ما يجي صفر يوقف يتخذ قرار خلاص لان ما عنده مشكله، او يجنش ثلاث واحدات. ماكو فد رمز جاي من دمج رمزين مثل ما نشوف، ماكو رمز مكرر. اذا هذا يونيكولي ديكودابل، هذا الكود اللي هو رقم 2. نيجي الرقم 3. إذا نشوف each code word start with zero، كل رمز يبدو ويا من؟ يبدو بصفر. خوش حكي. Each code word starts with zero and the only time we see a zero is in the beginning of the code word. Therefore the decoding rule is accumulate bits until you see zero. The bit before the zero is the last bit of the previous code word.
هنا بالنسبة للكود 3 نفس الحكي بالكود 2، لكن الاختلاف وين؟ الاختلاف انه هنا انت راح تبدي تجمع بتات لغاية ما يجيك رقم 0. نمسح كل الحكي، نعيد كتابة. هذا عندي مرسل هنا تي اكس بيرسل عبر شانل معين، هنا عندي المستلم هذا ار اكس. هنا بهاي الحالة المستلم راح يجمع بتات لغاية ما يشوف رقم 0 ويتخذ القرار بالبتات الجمعة. يعني من يجي هذا المرسل رسالة 0، اجى رسالة 0، هذا 0 اجى استلم هنا استلم 0، ينتظر اللي بعده ايش راح يجي. اذا اجى 1 معناها هذا الرمز بعد ينتظر ورا الواحد ايش راح يجي. اذا اجى 0 خلاص ياخذ هذني اول بتين يحسمهن يعتبرهن شنو استو. اذا اجى 1 هم يتخذ قرار يشوف في الورا الواحد ايش يجى. اذا اجى 0 خلاص يتخذ قرار باول 3 رموز واعتبرهن 3 اعتبرهن اس 3. اذا اجى 0 1 1 1 ايضا ما يتخذ قرار الا يجي بيت بعدهن اللي هو قيمته 0 حتى ياخذ ذني اول 4 وش يعتبرهن اس 4. اذا اجى 0 وبعد 0 فاول 0 يتخذ بيه قرار ويعتبره اس 1 والصفر الثاني ينتظر الورا ايش راح يجي. اذا اجى 1 ينتظر البعده، اذا اجى 1 ينتظر البعده الى ان يجي 0 يتخذ قرار بالمجموعه القبله 0 1 1 انطى رمز جديد. اجى 0 اجى بعده 1 ينتظر البعده ينتظر البعده ينتظر البعده الى ان يجي 0 ياخذ هاي المجموعه الاولى يتخذ بها قرار. هذا بالنسبه للكود 3. بينما الكود الثاني بالعكس كان مجرد ما يحصل الصفر خلاص يحسم الامر. اجى 0 حسم الامر قال لك هذا اس 1، اجى 1 0 حسم الامر اس 2، مين ينتظر الحاله اللي قاعد تجي بعده. Based on the average length code 1 appears to the paste code, however it is not useful because it is non-detectable. قال لي انت اذا تشوف الكود اول من خلال هذا الشرح هو المفروض افضل واحد به. ليش؟ لان اطواله عبارة عن بت بت لكل رمز بس هنا بتين، بس هو طلع غير قابل للاستخدام. الافرج مالته 1.1 بينما هذا 1.7 وهذا 1.8، بس هذا ما تقدر تستخدمه حال الرقم من انه الافرج مالته قليل لانه عندك يعتبر not uniquely detectable. زين example 6 هنا انطاك، هنا نفس المثال ايش حكى لك؟ قال لك الكود 2 هذا اللي استونا شرحناه ايش يعتبر. is called instantaneous code because the decoder knows the moment of code word is complete. وهذا الشيء انا وضحته، قلت لك هذا الترميز المستلم من يجي يستلم صفر قبل يتخذ قرار قال لك هذا اس 1 بلاي ما يباوع للبت اللي وراه جاي شنو. اذا اجى البت اللي وراه 1 وورا صفر ينتظر هذا الصفر من استلمه اتخذ قرار قبل قال لك هذا اس 2. اذا استلم 1 1 اذا اجى بعد صفر قال لك هذا قبل اس 3، ما ينتظر يشوف الورا الصفر شنو. بينما هذا شيء يصيحوا له انستانتينوس كود، يعني كود لحظي المستلم لحظيا بس استلم الصفر عرف الرمز شنو. بس رمز 3 لا، قال لك انت من تستلم صفر ما تتخذ قرار الى ان يجي ورا صفر ثاني حتى تقول هذا اس 1. اذا استلمت صفر ورا 1 ما تتخذ قرار الى يجي ورا صفر حتى تقول هذا منو هذا اس 2. اذا استلمت صفر ورا 1 ورا 1 يقول لك ما يصير تحسمهن، او ورا 1 ما يصير تحسمهن وتقول هذا اس 4 الا يجي ورا صفر. اذا انت بهالحاله راح تنتظر الكود اللي وراه حتى تحسم الامر مالتك. هذا يصيح له نوت انستانتينوس كود، كود ما ممكن انت تعرفه لحظيا، لازم تنتظر البادئه اللي بعده. Because we have to wait، لازم احنا ننتظر till the beginning of the next code word، لازم ننتظر بدايه الكود الجديد before we know that the current code word is complete، قبل انه نعرف انه هذا الكود انتهى حتى نفك الترميز مالته. This property instantaneous is not a requirement for unique decodability because it depends. يعني هذه الأمور هي مو خاصية يقول لك باليونيك ولا ديتكتبل،
بس هي تعتمد على how does the channel terminate the transmission. مرات يفيدك هذا عدد الصفار اللي تضيفه في إنهاء الإرسال. It could explicitly mark the end. ممكن أنه يعلم لك النهايات. It could send only zeros after the end. ترسل مجموعة من الأصفار بنهاية الإرسال حتى تعرف أنه الإرسال انتهى. It could send random garbage after the end مع مجموعة من البتات اللي هي عبارة عن مهملات فشيء مو مهم. How soon do we require a decoded symbol to be known؟ إيش قد الوقت اللي نحتاجه أو المطلوب لمعرفة عملية decoded symbol؟ example instantaneously as soon as the code word of the symbol is received within a fixed delay أو فترة زمنية معينة وعندما الكود هو يستلم not until the entire message has been received أو وليس قبل أنه تكمل الرسالة بالاستلام. ممكن أنت تعرف في حالة الانستانتينيوس. هنا أنا خلينا نجي نشوف هذا المثال. هنا أنا المثال مو ترميز, هنا خلانا إحنا بموضع المستلم. Decode the string. قال لك أنت استلمت مجموعة من البتات, اقعد اكتشف لي الترميز مالتها. قال لي عندك هذا الكود الأول استخدم عليه هاي القاعدة, والكود الثاني استخدم عليه هاي القاعدة. هسا من أجل الكود الأول هذني البتات أرجع أفك ترميزي أشوف إنهن شنن, كلهن S1 كلهن S2 S1 و S2 S3 أجي أوزع أشوف كل بت أرجع الأصل. Using code 1 قال لي بالنسبة للكود الأول the string could be decoded either. قال لي هذا ممكن ترمزه أو تفك ترميزه. تجي الأول صفر إيش تعتبره من الشفرة هاي؟ شكو صفر أعتبره S1, هذا راح أعتبره S1 أول رمز. بعدين وراها شاخذ الواحد واحد لأن صفر واحد ما عندي, صفر بعد ما عندي, عندي واحد واحد إيش راح أعتبره؟ راح أعتبره S3. هذني الواحدين, هذني الواحدين راح أعتبر هنا S3, هذني هم S3, هذا S3 هذا S3 هذا S3 هذا S3 هذا S3. راح يبقى عندي واحد بالأخير. The string could be decoded either. كلهن هذني نفس الحكي اللي سولفته أنا. And one is left, ويبقى عندك واحد ما مستخدم, ما تقدر ترمزه لأن ما عندك فتشي يقول الواحد رمز من الرموز. Which is not a code word in valid decoding. هاي عملية الترميز غير صحيحة, فك الترميز ما دام ذات كود, إذا أنت قاعد تفك بطريقة غير صحيحة. أو تجي تقول لا أنا أردن أفك الترميز مو بهاي الطريقة, ما أرد أعتبر هذا الصفر هو S1, أرد أخذ رمزين اثنين من أول بتين وأعتبرهن شنو S2. خلنا نجي نشوف ننظف اللوحة ونشتغل. هالمرة قال أنا أخذ رمزين هذا الصفر من واحد واعتبرهن S2, ما أخذ بس الصفر S1. فراح يأخذ أول رمزين شو يعتبرهن هذني S2, بعدين يرجع هذني الواحدين شو يعتبرهن S3, هذني الواحدين S3, هذني الواحدين S3, هذني الواحدين S3. ما عنده مشكلة. إذن عبارة عن S2 راح يطلع له مجموعة من S3. Add nothing left, ماكو شيء متبقي. Valid decoding, عملية الترميز فكها صحيح. It is a unique decodable. إذن هذا الرمز صحيح وأنا كمستلم ما عندي مشكلة, استلمته بصورة صحيحة لأن بالمرة الأولى زاد بت وكان خطأ, بس هالمرة فتحته بصورة صحيحة ما عندي إرباك. خلينا نشوف الكود الثاني شنو المشكلة دي. الكود الثاني the string could be decoded either, ممكن هذه السلسلة تفك ترميزها بهذه الطريقة. خلينا نجي نشوف الكود الثاني راح أتبع هذا الترميز. أنا إيش عندي؟ عندي لو أجي أخذ هذا الصفر لوحده واعتبره أسوأ, هذا الصفر وحده واعتبره S1, بعدين اخذ الواحد صفر شو اعتبرها؟ اعتبرها S3. شكو واحد صفر S3, هاي S3 هاي S3 هاي S3 هاي S3 هاي S3 هاي S3 وهذا S3. يعني تبدي بS1 وانتهي بS3. هذا فك ترميز صحيح ما عندي مشكله. زين يجي واحد يقول لا انا ما اريد ان ابدي بالصفر هذا اخذه وحده, اريد ان اخذ الصفر والواحد اثنينهم واعتبرهن S2, ابدي بS2. راح أقول له صفر والواحد S2. هنجي نمسح هاي الأمور ونعيد, نأخذ رمزين هالمرة ونعتبرهن S2. مثل ما قلنا هالمرة يجي يقول لك شكو صفر واحد أنا أرد أعتبره S2, فنجي هذا الصفر واحد راح نعتبره نبدي بS2, الصفر واحد الثاني S2 شكو صفر واحد S2 هذا S2 هذا S2, بقى صفر عدي بالأخير ممكن أرمزه شنو S1. إذن أبدي بS2 وخلص بS1, هذا اللي هو وياه.
S2 خلص بS1 وهذا هم صحيح ما بقى عندي شيء زين. بهالحالة it is not unique decodable، قال لي هذا ما تستخدمه ما دام بالمرة الأولى انطاك حل صحيح وبالمرة الثانية انطاك حل صحيح، يعني جيت بديت بS1 وانتهيت بS3 وما عندك مشكلة، وبالحالة الثانية بديت بS2 وS1 وما عندك مشكلة ما دام بالاستلام انطاك رسالتين صحيحات، إذا هذا خطأ المفروض من أجي أفك الترميز. أنا إذا راسل صورة علي ما تطلع لي صورة علي لو عباس، خلاص المسج اللي أنا راسله يكشف لي مرة واحدة فقط وهو نفس الرمز المرسل. هذا بالنسبة الجزء الأول لمحاضرتنا. الجزء الثاني راح نناقش به test for unique decodability، شلون نعرف إنه هذا الرمز يفك ترميزه يكون unique decodability. هنا انتهى هذا الجزء، شكرا جزيلا لكم.